أيها السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج فرسان في الميدان. ونحن في هذه الأمسية في الجزء الأول في رحلة الطائرة، لو تذكروا الأسبوع الماضي وصلت مجموعة عندنا لحد روما، وخيرناهم بين أن يستمروا في هذه الحلقة أو يطلعوا من روما ويأخذوا ضعف المبلغ اللي كسبوه، ففضلوا أنهم يستمروا في رحلة لندن. هم على يميني من هنا، واللي هم حامد أحمد محمد وناصر توفيق صالح، وصلوا لحد مطار روما، وطبعا بيقابلهم مجموعة من الرابطة، ونحن بفتكر انه ده يعني ما في عدالة، لانه مجموعة الرابطة في مطار الخرطوم ما زالت وعندها مشوار طويل. مشوار بتاعنا بيبدأ على طائرة الخطوط الجوية السودانية متجهة الى القاهرة، أثينا، روما، فرانكفورت ولندن. على اي حال، اذا كان المجموعة به اللي في روما وصلت تحدي لندن، مستعدين نستضيف اثنين تانيين يكملوا الرحلة مع الإخوان من الرابطة، ويبقى بعد كده فتحنا فرصة كبيرة. ايه رأيكم؟ موافقين؟ وهو يتولى منصب محافظ مشروع الجزيرة للمجموعة ألف. وسؤالنا بسيط، يقول الله في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. في من قيلت هذه الآية الكريمة؟ أيوة، على فرعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، أبدا. كنعانيين. في زول عارف كنعانيين؟ أيوة. الله يفتح عليك، في ابنه، هو مش في سيدنا نوح. ايوه، في اسمه كنعان. ايوه، برافو عليك، تمام، اجابه صح. يا صح. واسمك منو؟ عثمان الصادق ابو جيبين. عندك 20 جنيه وابو جيبين ده، انا اتذكر انه خلال حلقات فرسان في الميدان الماضية كان بيجي عندنا وكان بيكسب جوائز كثيرة وكثيرة. عامل حسابكم عنده جيبين، يعني ممكن يشيل القروش كلها. من الذين أيضا نذكر حضورهم لبرنامج فرسان في الميدان كثير، واحد كان اسمه معتصم أحمد الحاج، اشترك في مسابقاتنا وكسب جائزة كبرى على ما اعتقد. حس معتصم ده دكتور، عنده دكتوراه، نحن بنحييه من خلال برنامج رسام في الميدان. دكتور معتصم احمد الحاج بنحييه من خلال البرنامج، ونقول له يتفضل برضو يعاود معانا مرة اخرى المنازلة في الميدان. سؤال عند المجموعة ب والمجموعة ب في مطار فرانكفورت، وسؤال واحد ان شاء الله يصل الى مطار لندن. وسؤالنا بيقول: سيف الدولة الحمداني ملك حلب كان له ابن عم من أشهر شعراء العرب، هو أبو فراس الحمداني، اسمه الأصلي الحارس ابن أبي العلاء سعيد ابن حمدان، ولقب باسم أبو فراس. ما معنى فراس؟ يلا يا مجموعة ب عشان الزمن. الفرس
الفراد عن الذكاء. لا انت غلطت ورجعت من فرانكفورت لروما مره ثانيه. في زول عارف ما معنى فراس؟ ايوه يعني الاسد. الاسد يا صح. واسمك؟ مضيع عوض الكريم. عوض الكريم منو؟ فضل الصيد. ربيع عوض الكريم فضل الصيد. وعندك 20 جنيه يا ربيع.